مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم سادت أحوال جوية ربيعية دافئة في عموم مناطق المملكة، كانت حارة نسبيا خلال ساعات الظهيرة والعصر، لكن تدريجيا خلال الساعات القادمة ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع كنتيجة لتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي خمسيني قادم من الأراضي المصرية مترافق بكتلة هوائية حارة نسبيا. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة: يسود الطقس غالبا صافي، ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة لتسجل 21 درجة مئوية، المحسوسة 21 درجة مئوية أيضا، الرطوبة 65% والرياح تكون خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها بالمنطقة الشمالية حيث تسود أحوال جوية خمسينية كما ذكرنا، ارتفاع واضح على درجات الحرارة مع بعض الأتربة الخفيفة في عموم هذه المناطق، المفرق 35 إلى 18 درجة مئوية، إربة 33 إلى 18، جرش 34 إلى 20، وعجلون 32 إلى 17 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء أتربة مثارة مع 35 إلى 21 درجة مئوية، العاصمة عمان 32 إلى 19، نفس الحرارة في الولقاء أما مأدبة 34 إلى 19، والبحر الميت 39 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 33 إلى 19، الطفيلة 34 إلى 19، معان أتربة مثارة مع 34 إلى 19 درجة مئوية، الشوبة 32 إلى 19، والعقبة 43 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الأزرق أتربة مثارة أيضا 39 إلى 20، الصفاوي 38 إلى 19، ورويشد 38 إلى 21 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.